يتمنى يسمع كل الكون. يسقط أعداء الإنسان، وأرض بلادي يا عزيزي. اليوم نقف أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة لنوجه عدة رسائل. الرسالة الأولى لبريطانيا، نقول لها أنها تتحمل مسؤولية تاريخية على جريمتها تجاه هذا الوعد المشؤوم، وحتى تكفر عن هذه الجريمة التاريخية عليها أن تعتذر لشعبنا الفلسطيني. وهذا الاعتذار يكون عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. آن الأوان لأن تنسجم الجمعية العامة مع قرارات إنشائها المتمثلة بإقامة السلم وإقرار الحق والعدل. بغير ذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الهيئات المنبثقة عنها تكون قد استمرأت سياسة الكيل بمكيالين وسياسة الإجحاف بحق الشعب الفلسطيني، وعبرت عن انحيازها الكامل والمطلق للمشروع الصهيوني في المنطقة. ونقول لأشقائنا العرب بأن الشعب الفلسطيني الذي تحمل وزر ونتيجة تواطؤ الرجعية العربية في أربعينات القرن الماضي يتطلع إلى أشقائه العرب أيضاً لإصلاح هذا الخطأ التاريخي، وأن يصطف الجميع عرباً وعجماً إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أنت وأكبر سافل.